التركيز من وسائل الإعلام المصرية كلها على المساعدة والقيام بشيء يكمل دور الدولة في توعية الناس في المرحلة دي، ان احنا نحاول نساعد الدولة ان احنا نحقق المطلوب ونتجاوز المرحلة الحرجة دي ان شاء الله. حضرتك تحب تقول ايه؟ مش نساعد الدولة، احنا نساعد نفسنا، نساعد نفسنا ونساعد الجهود اللي الدولة بتبذلها عشان صحة المواطن المصري. الموضوع مش محتاج كلام والناس فاهمة وعارفة، وخليك بالبيت يعني، ده مش يعني امر كده يعني فاني، لا ده امر في منتهى الخطوره، يعني شايفين الدنيا حوالينا عامله ايه واحنا في الدايره. فاتمنى ان احنا كلنا نسمع وننفذ تعليمات الحفاظ على النظافه الشخصيه، ورساله قويه جدا يعني انه فرصه للناس، يعني مش عاوزه ترجع للبيت والاسره تتلم والكلام يعني في الظروف دي الناس مجبره عليها، لكن ممكن تبقى يعني دي رساله لحاجات تانية نتعلم منها، نخرج منها ببعض الفوائد. نخرج منها ببعض الفوائد، اللمة، الناس تهتم ببعض، الناس تسال، يعني اعتقد الناس كلها يعني في حلقه اتصال، نسيب الموبايلات دي شويه، نفكر في بعض، شوف الناس. انا عايز حضرتك توضح للناس كمان امر مهم جدا، يعني الناس كانت بتسال طول الوقت في اجتهادات في الشارع المصري، الدوله بتعلن قرارات وبتاخد اجراءات وحظر توقيتات غلق وفتح النشاط او ممارسه النشاط لبعض المطاعم او المحلات او الكافيهات او المقاهي الى اخر هذه الامور، وبرده كان في اجتهادات في الفتره اللي فاتت، الناس بتجتهد والدوله بنقول دايما المصدر الرسمي الموثق هو اللي يعلن الخبر واحنا نستقي الخبر من مصادره الرسميه. ناس سالت هل الدوله هتلجا الى حظر التجول ولا لا؟ يا جماعه ببساطه الدوله بتقول انه في دول ثانيه بتعاني من الضغط على البنيه التحتيه العلاجيه الطبية، فاحنا ان شاء الله عايزين نتجاوز المرحلة دي واحنا تحت الخط الخطر، يعني عايزين نفضل في المرحلة اللي الدولة بإذن الله بقدراتها العلاجية والعلمية والطبية تقدر تعالج الحالات وتقدر تتخذ التدابير الاحترازية والوقائية عشان نقدر نحمي المواطن المصري وصحة المصريين. مش عايزين نوصل للمرحلة اللي فيها دول تانية ان شاء الله يتجاوزوا محنتهم طبعا، واحنا متابعين اخبارهم بالتأكيد، اكتر من دولة في العالم بتقول ان احنا وصلنا لمرحلة فيها خلل في أدائنا الطبي ومش قادرين نتعامل مع حجم الطلب على العلاج أو الكشف عن الإصابة بهذا الفيروس. إن شاء الله ما نوصلش للمرحلة دي ونفضل في المرحلة الآمنة. يا ريت حضرتك توضح للناس وتقول لهم رأيك في النقطة دي. لا يعني الموضوع مش عارف، النهاردة السيد الرئيس يمكن في الخطاب بتاعه القاء في أثناء تكريم الأمهات يعني أمهات المسيرات والشهداء، أعتقد أنه النهاردة كانت الرسالة واضحة يعني من دعم الدولة، وأنه المسألة يعني مسألة ما فيهاش، الدولة مش هتخبي حاجة يعني على الناس وتقول حاجة وتقول لا، ما فيش الكلام ده، ده من الصالح العام أنك تقول كل حاجة. وأعتقد أنه الرؤية واضحة بالنسبة لنا يا جماعة، مرحلة وقلنا الأسبوع ده إن شاء الله يعدي على خير بإذن الله تعالى، بيبقى خطوة كويسة جدا بعد قرار اللي هو 15 يوم. فأعتقد أن الأمور إن شاء الله هتسير، وربنا إن شاء الله تعالى بقول مصر محروسة بإذن الله، محروسة بإذن الله تعالى، وشعبها شعب طيب، وأتمنى إن شاء الله أن الناس تسمع الكلام والناس تنفذ ده في الصالح العام، الحفاظ على النظافة، الالتزام، الحرص، ما نسخرش من الأمر، ما نستخفش بيه، لأن المسألة لا تتحمل دول أقوى، مش عاوز أقول دول أقوى مننا، وبتعالى شايفين إيطاليا والرعب اللي فيه، شايفين أمريكا عاملة إيه، شايفين كل الناس وفي كلام يمكن في طبيب الله هو اللي اكتشف الدواء، في كلام عن الموضوع ده. فاعتقد انه يعني الامور عاوزه حاله من الهدوء، حاله من العقلانيه الشديده جدا، حاله من الالتزام، وان شاء الله الامور تعدى على خير. محتاجه مننا كلنا نبقى متفاهمين ونعي ونساند كل قرارات الدوله مهما كانت قوتها وصرامتها في المرحله دي، الموضوع ما فيهوش لا تحتمل الامور، لا تحتمل يا استاذ محمد اي نقاش، زي ما بقول لك يعني عاوزين نخرج انه المشهد صعب، المشهد صعب، مش عايزين كل واحد كده يقعد مع نفسه يشوف حالة الخوف عاملة ايه بالنسبة لأسرته ولأولاده، والسؤال الدائم والمتكرر هنقعد امتى في الموضوع ده، طب هيخلص امتى، طب عاوزين ننزل، طب يعني عاوز اقول لك ايه، في حالة برضو من الجدل في الأسرة برضو، النقاش والأخبار الغير صادقة كتير جدا من حاجات بتنزل على السوشيال ميديا والكلام رعب الناس ورسائل ما نعرفش مين اللي بيعملها، كل الكلام ده عاوزين نقول يا جماعة لا، في شوية هدوء، خلي عندكم ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، إن شاء الله مصر إن شاء الله تعدي. مصر يعني مش عاوز اقول مصر فيها من العلماء وفيها من الطيبين وفيها كثير من الصالحين، ان شاء الله باذن الله تعالى امورها تعدي بالالتزام باتباع التعليمات، بانك انت تحافظ على اسرتك، بانك انت تحاول تنفذ تعليماتك، تحاول انك انت كمان يعني تبقى حريص، يعني مش عاوز زياده عن اللزوم، لكن تبقى حريص في تعاملاتك، انت بعد عن التجمعات، كل الامور دي عاوز اقول ايه، المساله يعني بهدوء كده نقدر نعديها ان شاء الله باذن الله تعالى. النادي الاهلي دايما مرتبط بقضايا وطنه، جزء لا يتجزا من منظومه المجتمع المصري ومن قضايا المجتمع المصري والدوله المصريه.